الحمد لله رب العالمين يا رب، ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم فك اسرنا واجبر ككسرنا، واجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا واصولنا. اللهم فرج الكرب عن كل مكروه، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم سر كل حزين، اللهم سر كل حزين، اللهم سر كل حزين، اللهم صبر كل مصاب، اللهم اجبر كل مقصور، اللهم اجبر كل مكسور، اللهم رد كل غائب الى بلده سالما غانما. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ارفع راية لا اله الا الله، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام كده، ومن اراد ان يخذل الاسلام فاخذله، ومن اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك. سلط عليه سيف انتقامك يا جبار، سلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والارض. اللهم احسن الختام، اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك، واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ولا تحويه الاقطار، ولا يؤثر فيه الليل والنهار، وهو الواحد القهار، هو الواحد القهار. فيا عبد الله صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وحج حجة لعظائم الأمور، وصم يوما شديد الحر لحر يوم النشور. هو الواحد وإله مع الله، هو الماجد وإله مع الله، هو الرحمن وإله مع الله، هو الرحيم إله مع الله، هو الملك إله مع الله، هو القدوس إله مع الله، هو السلام إله مع الله، هو المؤمن إله مع الله، هو المهيمن إله مع الله، هو العزيز إله مع الله، هو الجبار إله مع الله، هو المتكبر إله مع الله، هو الخالق إله مع الله، هو البارئ إله مع الله، هو المصور إله مع الله، هو الحكيم إله مع الله، هو الحليم إله مع الله، هو القهار إله مع الله.
إلههم الله 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 وحد الله إلهي 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 يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني إلهي إلهي يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني ليس لي عمل في الحشر ينجيني أنا ليس لي عمل في الحشر ينجيني ذنوبي ذنوبي في الورى كثرة وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي حب النبي يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني شعاع من رضاك شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا قطرة من صيف جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا إلهي يا إلهي شعاع من رضاك
يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبك تزهق الروح، لمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. يا إلهي، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو صاحب القلب الرحيم وصاحب القلب العظيم وصاحب الخلق الكريم. اسمع إليه، اسمع إليه وهو يقول لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي، إيه يا سيدي، أعد الحديث مرة أخرى. لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، كل نبي دعا بدعوته في الدنيا واستجيبت وانتهت، إلا نبي الله محمدا لم يرضى أن يدعو بدعوته في الدنيا، إنما اختبأ دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. ما هذه الرحمة، ما هذه الرحمة؟ اسمع إليه مرة أخرى وهو يقول ما من مؤمن يشاك بشوكة فما دونها إلا وجدت ألمها في قلبي. الله الله، هنيئا لكم بأنكم أتباع محمد. ما من مؤمن يشاك بشوكة فما دونها إلا وجدت ألمها في قلبي. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سيدنا محمد. تذهب إليه الملائكة الكبار جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، يذهبون إلى قبره ليعلموه بأن القيامة قامت. أتدرون قبل أن يخرج من قبره، أتدرون ما أول سؤال يسأله للملائكة؟ يقول لهم كيف حال أمتي؟ كيف حال أمتي؟ فتقول له الملائكة يا رسول الله أمتك بخير، فيقول يا رب أنا لا أسألك نفسي ولا فاطمة بنتي، وإنما أسألك أمتي أمتي. صلوا على من ظللت عليه الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة. صلوا على الرؤوف بالفقراء واليتامى، صلوا على شفيع المذنبين يوم القيامة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلوا عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة،
ما زالت الإذاعة الرحمانية تنقل إلى حضراتكم برامجها على جميع الموجات طويلها وقصيرها ومتوسطها من عند رسول الله. وأنا بدوري تقدمت إلى سيدي بسؤال: أيها السادة الأعزاء، نحن اليوم مدعوون على مائدة الحبيب المصطفى ومع الدرس 18 بعد 104، انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة الى قاعة المحاضرات العظمى، وارى مكتوبا على بابها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، فتعالوا الى من علمه الله ما لم يكن يعلم. تعالوا الي، ارى امام رسول الله الان صحابيا جليلا، هو سعد بن ابي وقاص، يسأل الرسول والرسول يجيب. ولما رأيت سعدا جالسا امام رسول الله اخرت سؤالي حتى يفرغ سعد من سؤاله. وقبل ان يتوجه سعد بالسؤال احب ان ارفع الستار واميط النسام واكشف النقاب عن سعد. سعد من هو؟ رجل هو احد العشرة المبشرين بالجنة، وكان له ميزة عند رسول الله. كان رسول الله اذا رأى سعدا يقول: هذا سعد خالي، خالي، فليرني امرؤ خاله، يعني من من الناس له خال مثل خالي. سعد خالي لانه ابن عم السيدة آمنة ام سيدنا رسول الله، فكان الرسول يقول له: يا خالي. سعد اسلم وعنده من العمر 19 عاما، وان شئت فقل عنده من العمر 19 سنة، فالعدد من 3 إلى 10 اذا كان مركبا يخالف المعدود مركبا ومفردا، والعشرة اذا ركبت وافقت المعدودة، فاذا افردت خالفت المعدودة، ولذا قلت 19 سنة او 19 عاما. ايها الاخوة الاعزاء، سعد لما دخل دين الله كانت امه كافرة، دخل عليها بعد الاسلام، فدار بينهما الحوار التالي. قالت له امه: يا سعد، بلغني انك امنت بمحمد. قال لها: نعم يا امه. قالت: ان كنت امنت بمحمد حقا فان دين محمد يأمر ببر الوالدين. قال لها: نعم، ماذا تريدين؟ قالت له: ان كنت تريد ان تضرني فاكفر بمحمد وديني. لا،
هذا سؤال دونه الجبال الرواسي، فإن بشاشة الإسلام إذا باشرت شغاف القلوب وتمكنت تكاد تجعل المستحيل ممكنا، وتكاد تجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا، وتكاد تسير الجبال وتحرك العوالم. إن هذا سؤال لا يرضاه سعد. فقال لها: يا أمه، والذي بعث محمدا بالحق، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد بعدما هداني الله. وذهب إلى حبيبه محمد يشكو له طلب أمه، يعرض عليه حال أمه. فقال له الرسول: يا سعد، يا سعد، لقد أنزل الله في شأنك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. اسمع يا سعد، اسمع قصتك مع أمك يا سعد، اسمع القرآن غضا نديا طريا يتقاطر نورا ورحمة. اسمع يا سعد، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكنها تأمرني بالكفر يا رب، تأمرني أن أكفر. اسمع: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وحدوا من أمره بين الكاف والنور. الموقف جد خطير. سعد في صراع عنيف، الإسلام وطاعة أمه. أمه تريد منه أن يقتل، والإسلام قد تمكن في قلبه وأصبح كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء. أكفر؟ لا. إذن فماذا؟ إن سعدا في صراع عنيف، ولكن حلقات الصراع تنكسر بسؤال. قال سعد: يا رسول الله، سل الله أن يهدي أمي للإسلام. سؤال وجيه وكريم. سل الله أن يهدي أمي للإسلام. وتوجه الرسول إلى رافع السماء بلا عمد وقال: اللهم اهدي أم سعد للإسلام. وتوجه سعد إلى بيته وطرق الباب، ولما فتحت له أمه الباب أول كلمة قال لها لسعد: يا سعد، لقد اغتسلت غسل الإسلام، تخذني إلى رسول الله لأنطق بأن الله واحد وأن محمد رسول الله. الله 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 ربي، لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه،
هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبحر والبر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبحر والبر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الرزاق؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من العلام؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الباسط؟ من القابض؟ من المحيي؟ من المميت؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. يا معشر السادة، سعد الآن أسأل النبي سؤالا صلوات ربي وسلامه عليه. اسمعوا هذا السؤال ثم اسمعوا الإجابة على السؤال بآذان القلوب. سعد بن أبي وقاص يقول: يا رسول الله، سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. سؤال سعد يسأل من؟ السيدة الجليلة محمدا. ماذا؟ سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يتوجه الى الله ويقول: اللهم اجعل سعدا مجاب الدعوة. لكن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه نظر من وراء الحجب واستشف الغيوب بثاقب فكره وصائب رأيه وذكاء عقله وطهارة فؤاده وعبقرية قلبه ونورانية بصيرته، فلم يرضى ان يخص سعدا بإجابة الدعوة، انما اراد ان يجعل الخير عاما لجميع امة محمد. فماذا قال؟ سعد يريد دعوة اسبيشيال، الرسول يريدها جنرال جود للأمة جميعا، خير عام. فماذا قال الحبيب؟ صلوا على الحبيب واسمعوا ماذا قال الحبيب. سعد يريدها خاصة، ومبعوث العناية الإلهية يريدها عامة، لأن صيدليته مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي زكى الله عقله فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه
فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زغ البصر وما طغى وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الله. ماذا قال الرسول لسعد؟ قال يا سعد أطب مطعمك فكن مستجاب الدعوة. كل من الحلال فكن مستجاب الدعوة. لماذا؟ فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليقذف باللقمة من الحرام في بطنه فلا يتقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل 40 يوما ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى به. اسمعي يا أمة محمد هذا الكلام. اسمعي يا أمة. يا من أكلت الربا وقبلت الرشا ولعن الله الراشي والمرتشي والراش. يا من أكلت الربا وقبلت الرشوة وأكلت مال اليتامى ومددت أيديك للسرقات وأكلت شهادات الاستثمار وهي حرام بأنواعها الثلاث: ألف وبه ربا وجيم مقامرة، ألف وبه ربا وجيم ميسر. والدولة ملأت بطون العباد بكل ما يغضب الله من الحرام: ربا، سرقات، اختلاسات، غصب، رشا، شهادات استثمار، تأمين على الحياة ولا يؤمن على الحياة إلا خالق الحياة جل جلاله. عقود محرمة، عقود محرمة. لما حضرت محمد بن كعب القرظي الوفاة وكان غنيا ونام على فراش الموت سألوه: يا محمد بن كعب ماذا تركت لأولادك؟ كم تركت لأولادك؟ أتدرون ماذا قال ابن كعب وهو الغني بالمال؟ قال: ادخرت مالي لربي، ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. يا سلام. الله الله الله. ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. أحد العارفين بالله رأى غنما تنزل حقلا غير حقل صاحبها وتأكل البرسيم منه، فقال العارف بالله لصاحب الغنم: يا صاحب الغنم، أخرج الغنم من هذا الحقل فإنني أرى البرسيم يأكلها. أرى البرسيم يأكله. لم يقل فإني أراها تأكل البرسيم، إنما قال: ألا أرى البرسيم يأكلها، لأن الحرام يأكل الحلال. جاء
جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره. يا معشر السادة، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لا شيء أكثر منك. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هو الذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف باللقمة لقمة لقمة من الحرام في جوفه، فلا يقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل 40 يوما. ومن لبس جسمه من حرام فالنار أولى. أيها السادة الأعزاء، ولنا عودة مع سعد، لأنني أرى عقارب الساعة الآن تهاجمني وتقول يا هذا الشمس تضرب وجه الأرض بسيوفها الحامية والمسلمون صيام. فعد إلى هنا. قلت وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها وإنك لعلى خلق عظيم. أيها السادة الأعزاء، كل بن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وأطاب سعد مطعمه فكان مستجاب الدعوة، ومع ذلك في أواخر أيامه فقد نعمة البصر، قف بصره. فقال له ابنه يا أبتاه أنت مستجاب الدعوة، ألا تسأل الله أن يرد عليك بصرك؟ أتدرون ماذا قال سعد؟ أتدرون ماذا قال؟ قال يا بني والله إني أستحي من الله أن يسأله رد بصري، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الله في الحديث القدسي يقول الله يا جبريل ما جزاء عبدي إذا أخذت منه حبيبتين؟ أي عينين؟ ما جزاء؟ سكت جبريل، فما كان لجبريل أن يجيب بغير علم، فقال له الله وعزتي وجلالي ما جزاء عبدي إذا أخذت عينيه إلا النظر إلى ذاتي والجوار في دار كرامتي. يعيرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعيب أن يقال ضرير،
إذا أبصر المرء المروءة والوفا فإن عمى العينين ليس وزيره. رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة وإني إلى تلك الثلاث فقير. والله والله الذي رفع السماء بلا عمد كلما علمت أن هناك صورا عاريات لأفلام تعلق على الحوائط وأن هناك جهازات للتلفزيون تعرض الراقصين والراقصات وتنهال بينهما القبلات كلما علمت ذلك قلت الحمد لله الذي أنعم علي بنعمة العمى حتى لا أرى ما يغضب الله. سعد يستحي أن يسأل الله رد البصر وهو المجاب الدعوة. أتدرون من سعد؟ هو بطل موقعة القادسية، هو لواء الإسلام الذي قاد الجيش في عصر الفاروق عمر إلى بلاد الفرس. ماذا قال له عمر قبل أن يصدر إشارة التحرك إلى قوات المسلمين؟ ماذا قال له؟ بأي شيء وصاه؟ بأي شيء وصاه عمر؟ وعمر كلنا يعرف من هو عمر. عمر الذي قال له الرسول ذات يوم: يا عمر أنت سراج أهل الجنة. وقال له: ليبكين الإسلام على موتك يا عمر. عمر الذي قال له الرسول يوم بدر بعدما وضعت الحرب أوزارها: مر عمر على رسول الله وأبي بكر وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما يا رسول الله وأبا بكر حتى أبكي معكما؟ فقال له الرسول: يا عمر والذي نفسي بيده لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا إلا أنت يا عمر. ماذا قال؟ ماذا قال الفاروق لسعد؟ بأي شيء وصاه؟ قال له: يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله، وصيني وإياك بتقوى الله. أنا لا أخشى على الجيش من عدوه، إنما أخشى على الجيش من ذنوبه. إننا إذا أطعنا الله نصرنا الله، فإذا ما عصينا الله استوينا مع العدو في معصية الله، وزاد علينا العدو في العدد والعدد فهزمنا. هذا سعد، وانطلق ودخل قصر كسرى. دخل قصر كسرى، انها قادسية، وشتان بين صدام حسين وبين سعد، شتان بين قادسية وقادسية، شتان بين حاكم العراق ولواء الاسلام سعد، شتان بين الثرى والثريا، شتان بين مسابح الاسماك ومدارج الافلاك، شتان بين التراب والسحاب، شتان بين النجاسة وبين الكوثر المعسول. شتان ثم شتان. صدام حسين يقولون انه صاحب القادسية. قادسية من يا مسلمون؟ القادسية لسعد بن ابي وقاص. اما صدام حسين فعميل مزدوج، عميل لموسكو وعميل لواشنطن كبقية حكام العرب. ثم شتان.
صدام حسين يقولون انه صاحب القادسية. قادسية من يا مسلمون؟ القادسية لسعد بن ابي وقاص. اما صدام حسين فعميل مزدوج، عميل لموسكو وعميل لواشنطن كبقية حكام العرب. صدام حسين لو كان عنده مثقال ذرة من الشجاعة بعدما ضربت اسرائيل المفاعل الذري، لو كان عنده مثقال ذرة من الشجاعة لأمر الجيش ان يتحرك الى تل ابيب، ولكن شتان شتان وهيهات هيهات. اذا ضربتنا اسرائيل بالفنتم قلنا لها لبيك لبيك يا اسرائيل اضربينا، فان قنابلك تنزل علينا ضربا وسلاما. اما اذا ضرب احدنا اخاه المسلم تستمر الحرب سنوات وسنوات. اصطلحنا مع اليهود واعلنا الحرب على صاحب الوجود. لا اله الا الله. ان كان عند صدام مثقال ذرة من حياء فليحول الجيش الى تل ابيب. ضربوا المفاعل الذري، فماذا سنعمل؟ نستنكر، نشجب، لا نرضى. يا مجلس الامن، يا هيئة الامم، اغيثينا، ادركينا، سنجمد تطبيع العلاقات حتى تهدأ العاصفة. اما بيجن فانه اخونا وحبيبنا وصديقنا. يضرب المفاعل الذري، فماذا فعل البطل صدام حسين؟ ماذا فعل البطل المغوار؟ ماذا فعل العميل المزدوج؟ ماذا فعل السفاح؟ ماذا فعل حجاج زمان؟ ماذا فعل الكافر الفاجر الغادر الخاسر الذي ذبح من المسلمين 5000 موحد بالله؟ ماذا فعل؟ يفعل مع من؟ مع اسرائيل؟ لا، اسرائيل. وهل نحن نستطيع ان نقف لاسرائيل؟ لا، لتضربنا اسرائيل فان قنابلها عندنا احلى من الجوز واللوز وعين الجمل. اضربي يا اسرائيل، اضربي يا اسرائيل. انني لا انسى ولا اريدكم ان تنسوا يوم دخل موشيه ديان طاغية اليهود، يوم دخل مدينة القدس ووقع بقدميه المسجد الاقصى وكان يهتف والجنود تردد وراءه: محمد مات، محمد مات، خلف بنات، خلف بنات. يهتفون والأمة غافلة. ماذا قال؟ ماذا قال موشيه يومها؟ موشيه حبيبنا وصاحبنا وصديقنا، ماذا قال يومها؟ قال ديان بالحرف الواحد: الان اصبح الطريق مفتوحا امامنا الى مكة والمدينة. لا تنسوا هذا، التاريخ مؤسف، التاريخ مؤسف. صدام حسين يقتل المسلمين الموحدين ويضرب المفاعل الذري. والعجيب ان سربا من الطيران عبر الحدود السعودية والاردنية كأنه يتنزه على شاطئ نهر في ليلة صيف مقمرة، يضرب المفاعل. وليس هذا فقط، بل انهم فرحوا انهم ضربوا المفاعل على عمق 40 مترا تحت الارض. 40 متر تحت الارض ضربا. لماذا؟ لانه كان يوجد تحت الارض العناصر الذرية
التي لا تقوى مؤسسة الطاقة على اكتشافها، ضربها اليهود تحت الارض 40 مترا. فماذا سمعنا من صدار؟ ماذا سمعنا من بطل القادسية؟ انني اتحداك من هذا المكان واتحدى امثالك من العملاء، لو استطعت ان توجه رصاصة واحدة الى قلب اسرائيل. لا يستطيع، لانه يتلقى الاوامر من واشنطن، واسرائيل بنت واشنطن. وان شئت فقل ان الولايات المتحدة هي الولاية 51 من الولايات الصهيونية. لا يستطيع. انني اخشى على المسلمين ان يأتي عليهم اليوم الذي يأخذون فيه هلال رمضان وهلال العيد من واشنطن. اخشى على المسلمين هذا. اسألوا العراق ماذا فعل. اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. هلا ضرفت الى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناح الطائر. اسد علي في الحروب نعامة. والله اخذني العجب عندما دخلت المسجد يوم الاحد الماضي، يوم الاحد الماضي بعد صلاة العصر، فرأيت استدعاء في انتظاري وتحقيقا في 3 خطب خطبتها، وقلت للمحقق: الآن فهمت معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. فهمت أن الشياطين هنا المقصود بها شياطين الجن لا شياطين الإنس. أما شياطين الإنس فإنها في رمضان وفي غير رمضان. استدعاء لماذا؟ أنا تاجر في المخدرات، أنا بيع الخمر، أنا أفتح بيتا سريا. ولكني سألته سؤالا، قلت له: لماذا أتباع محمد يستجوبون ويستدعون ويهانون، وإذا أخطأ قسيس في كنيسة لماذا لا يستدعى؟ لماذا الذين يستدعون هم أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يستدعى إلا الموحدون؟ لماذا لم نرى يوما انكم استدعيتم صاحب عمامة سوداء؟ لماذا؟ هل في المساجد صناديق للذخيرة؟ لماذا نستدعى لاننا نقول لا اله الا الله؟ يا معشر السادة، ولكن لا يسعني الا ان اقول: حسبنا الله في ديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من عادانا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من عادانا. ايها المسلمون الاعزاء، الاسلام في صراع، الاسلام في صراع، الاسلام في صراع. لماذا كل هذا؟ ان سعد بن ابي وقاص لما دخل قصر كسرى دخله وقلبه مطمئن بالايمان، دخله حافي القدمين وغاصت قدماه في السجاد العجمي، فكان ينكت السجاد بسهمه ويقول: سبحان الله، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. الظلم لا يدوم، وإذا دام دمر، والحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع. إن أردتم أن تنصروا أنفسكم فانصروا الله أولا. ارفعوا الظلم عن العباد، ارفعوا الظلم عن العباد. إن الظلم مرأة باق الأرض، ملأ أرضنا إلى سمائنا، وكان في جانب القصر نار يعبدونها من دون الله، فأصدر سعد أمره إلى المؤذن أن يؤذن لأول مرة في قصر كسرى، أول مرة يؤذن في هذا القصر. ووقف المؤذن يؤذن إلى أن وصل إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله
فلما ارتفع صوت المؤذن بها انطفأت نار الشرك بقوة التوحيد. يا معشر السادة، الموقف خطير والاسلام في خطر والاخلاق في خطر، وما كان يليق بمقام رمضان ان نقيم السهرات في ليالي الجمعة. فبالامس كانت احدى المطربات تصيح بصوتها المنكر الى ان اذن الفجر في رمضان. ايليق هذا بشهر الصيام؟ ايليق هذا بضيف الرحمن؟ عندما جاء كرتر الى القاهرة فرشت الارض بالزهور والرمال، واقيمت اقواس الله مصر، واقيمت الزينات، ونقلت الاشجار من اماكنها، ولم ينقصنا الا ان نقول له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث كرتر، جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ويأتي رمضان وهو ضيف من الله العلي العظيم، فكيف استقبلناه؟ كيف استقبلنا رمضان؟ هل اغلقت الخمارات؟ هل اغلقت شوارع الهرم؟ هل عكف الناس على قراءة القرآن؟ انظر الى ميدان العتبة. اذا نظرت الى ميدان العتبة في نهار رمضان والناس يتكالبون على الزجاجات المثلجة في نهار رمضان، خيل اليك انه ليس هناك من يقول لا اله الا الله. هذا هو استقبال رمضان. وشركة مصر للطيران، يا للأسف، مجلس الإدارة هناك قرر بالأغلبية أنه لن ينزل الخمر من الطائرات. الخمر تحمل في طائرات شركة مصر للطيران، والخمر كما قال الحبيب المصطفى: من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة اهل النار. ما يسيل من اجسام اهل النار من القيح والصديد، ومع ذلك فشركة مصر للطيران لا تزال مصرة على موقفها من حرب الله. أمة تدعي أن دينها الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس، ومع ذلك تحرم كل ما أحل الله وتحل كل ما حرم الله. في مدينة الإسكندرية مدرسة اسمها مدرسة الفنادق، فيها علم يسمى علم المشروبات. الامتحان فيه كما يلي: سين واحد، كيف تصنع الكنياك؟ سين اثنين، كيف تطبخ اللحم في الخمر؟ سين ثلاثة، ما هو التأثير السيكولوجي على شارب الخمر اذا جلسوا في الاضواء الخافتة؟ مدرسة تدرس الخمر، تدرس الخمر وتعلن الحرب على رافع السماء بلا عمى. يا مصر اتق الله، يا مصر فاننا في عذاب ليل نهار. المواصلات، الاسكان، الزواج، الاسعار، الاسعار، السلع، الجمعيات، ازمات ومجار. الارض طفحت بالمجاري من ظلم العباد. ارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار لان لحوم النساء قد رخصت. رخصت اللحوم في الحرام فارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار. ايها الاخوة الاعزاء،
قبل ان افارق مكاني هذا اقول لنساء المؤمنين: يا نساء المؤمنين اتقين الله في ازواجكن وفي الايام الباقية من رمضان، لا تكلفوهم ثمن الكعك، فان الكعك بدعة سخيفة. والايام الاخيرة من رمضان كثيرا ما يكون فيها شجار وحزن ونزاع وطلاق. النساء لا يرحم، النساء لا يرحمن الرجال. وكلمة الكعك كلمة ثقيلة على نفسي، مكونة من 3 حروف: الحرف الاول والثاني خاص، الثالث خاص بالنساء، فالرجل كع والمرأة عك. كع للرجال وعك للنساء. قوموا ليالي رمضان الاخيرة، فرمضان في وداع، قوموا ليالية واقرأوا كتاب ربكم واستغفروا ربكم انه كان غفارا، واستعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. واحذر الاخوة السوريين او الذين يذهبون الى سوريا من هنا، احذرهم من حمل شرائطي المسجلة، فقد اصدر حافظ اسد لعنه الله قرارا بالحكم بالاعدام على كل من يحمل شريطا للشيخ كشك. ولو انا لا اريد ان اكون سببا في شقاء العباد. ايها الاخوة الاعزاء، اتوجه الى مولانا في هذا اليوم، يوم الجمعة، وفي هذه الساعة، ساعة الاجابة، وفي رمضان المعظم، اتوجه اليه ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وهالك اعدانا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، وتقبل صيامنا وقيامنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، نطلب من الله المغفرة فنقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك توبوا جميعا إلى الله فقولوا تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله سمعنا الصلاة على النبي يا رجال بتقوله السيدة عائشة رضي الله عنها اسمع يا سيدي كده وسمعنا الصلاة على رسول الله بتقول السيدة عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة واحد ايه المسألة دي المسألة دي بتبين لنا كيف كان رسول الله اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان احنا النهاردة في 16 كل عام انتم بخير يبقى العشر الاخيرة هتبدأ من يوم الثلاث العشر ليالي الاخيرة طيب كان بيعمل ايه النبي النبي كان بيعمل ايه في العشر الاخيرة من رمضان اسمع وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطير اول شيء بتقول شد مئزره يعني شد حيله واجتهد وايقظ اهله واحيا ليلة طب ما هو ايقظ اهله طب ما احنا ما بننامش فعلا في العشر الاخيرة من رمضان مين اللي بينام بس بننام نعمل ايه بنقوم نعمل ايه كح وبسكوت وغريبة ويا ويله لو الصينية انحرقت يا لطيف تبقى ليلة ما تعديش ابدا ليلة سوداء ها والله ولذلك انا من الناس المعقدين من عمايل الكح يعني انا لا اصيق ان انا لا اشم ريحة الكح ولا ادخل بيت يكون بيعمل كح تعرف ليه لان احنا صغيرين كانوا في البلد الفرن بينحني من اول النهار لغايه الفجر ما يجي كل ساعه واحده داخله بكام صينيه فرن بيت في البيت
وتبص لقى البيت اتملى نسوان، والنسوان لما يسمعوا تحس يخربوها. ها لا اله الا الله. ما هو فيه واحد بيقول لمراته يا وليه عمرك ما قلتلي خد كله، هات 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 هات، ما فيش مرة تقولي لي خد. قالت له خد دبور الجد صلح. يعني والعياذ بالله حاجة تودي في داهية. تعال قارن بين بيت النبي وبين بيوت المسلمين بعد ما توحد الناس قول لا اله الا الله. اذا كانت العشر الاخيرة من رمضان، ليه؟ لان فيها ليلة القدر، لان ليلة القدر موجودة في العشرة الاخيرة من رمضان. فكان سيدنا النبي اذا جاءت هذه الليالي يستيقظ ويوقظ اهله، يا عائشة قومي، يا ام سلمة قومي، يا ام حبيبة قومي، عشان تعملوا ايه؟ عشان تعملوا ايه؟ عشان تحيوا الليل. تحيوا الليل بايه؟ بقراءة القرآن وذكر الواحد الديان. اسمع معايا كده وسمعنا الصلاة على النبي. شوف النبي بيقول ايه في القرآن. بس بعد ما توحد الله. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. كمان مرة بس بعد ما تدفع الرسوم اللي هي الصلاة على النبي. بالك البيت الذي يقرأ فيه القرآن ربنا بيديله اربع جوائز. الجائزة الاولى يتسع لاهله، الثانية يكثر خيره، الثالثة تحضره الملائكة، الرابعة تطرد منه الشياطين. وحد الله رب العالمين. يتسع لاهله، يتسع لاهله يعني واحد ساكن في وسط لما يقرا القران هيبقوا ثلاثه. ما احنا عايزين نعرف ايه مقصد رسول الله من هذا. يتسع لاهله يعني البيت اللي فيه اوضه هيبقوا اثنين واللي فيه اثنين يبقوا ثلاثه، زي الاثنين اللي نايمين على الرصيف. هو في واحد بيقول اللي نايم جنبه على الرصيف ما تتاخر شويه وسع شويه، قال له وسع لك فين، عايز انام في الشارع. قال يعني طب ما انت نايم فين؟ ايه معنى يتسع لاهله يا رجالة النبي؟ ان ربنا يلقي راحة البال في نفوس الساكنين. يا اخوانا ما في واحد ساكن في فيلا خمس اوض وست اوض ومع ذلك لا يطيق العيش. انا بكلمك جد. انا مرة زرت واحد عشان حل مشكلة، لقيت عنده خمس اوض صالون، كل ما حوط في اوضه اقول لها لسه قدام. قلت له يا ابني هو انا ماشي في الشقه ولا في الترسانه ولا ماشي في الاستاد ولا في، ومع ذلك حياتهم كلها مشاكل. واحد تلاقيه ساكن في اوضه هو واولاده وربنا موسعها عليهم كان عرضها السماوات والارض، وعايشين فرحه وكويسين. وساعة ما يجي وقت النوم يقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. وساعة ما يقول الكلمتين دول يحط راسه على المخدة على طول يشد مجري يسحب يغربل زي القطر بتاع اسكندرية الديزل دي، الراجل يفتح له باب الحديد ما يربطش الا في جيابه، خلاص ما يقومش الا على اذان الفجر. ها الثاني اللي ساكن في فيلا وخمس اوض وعشر اوض وسجاد وتكييف وثلاجه وبوتاجاز وتلفون وتلفزيون ومتلفيون ومستديون، ويجي ما يعرفش ينام.
هات علبة المهدئات اللي اسمها سيرين تلفيرة مش عارف اسامي والله لا تعرف. ياخد الحباية مفيش فايدة. طب هات الحبة انت ترى انت بتوهد. هات. اسامي ما تعرفش طلعوها منين. يكيف حبوب. ويغيب يسألني. مرة يحط دماغه على المخد. ومرة يحط المخد على دماغه. مرة ينام تحت السرير. ومرة يحط السرير فوق راسه. مرة يحط المرتبة. مرة ينام على السلة. مرة ينام جنبه صفحة الزي. ما هوش عارف. وبعدين يفكر ما بينامش ليه؟ ايه اللي بيقلع منامه؟ اذان الفجر. ايه؟ اذان الفجر. يولا ويدي ناس الشكوى في المسجد اللي جنبه ان الميكروفون ما يشتغلش في صلاة الفجر. والله ابدا. ده اذان الفجر لما بيسمعوا المريض بيشفى. المريض بيبقى طول الليل متألم ساعة ما يسمع المؤذن بيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، يعلم ان هناك طبيبا اكبر من طبيب الارض. يا سلام. متوحد يا حبيبي. يا سلام. يا سلام. يا سلام على اذان الفجر. امال ساعات الباشا ما بينامش ليه؟ انت عارف ما بينامش ليه؟ لانه ظالم. الظلم ما ينامش ابدا. شوف لا الظالم ينام ولا الخايف ينام. ضرب ده وشتم ده واعتقل ده وسجن ده وشنق ده. يوم وهو نايم يشوفهم في المنام. وهو نايم يشوفهم في المنام. يشوفهم في المنام. ولذلك والله العظيم يا اخوانا احنا لما كنا في سجن القلعة وبعدين يعني التحقيقات خلصت واللي انضرب انضرب واللي مات مات واللي انسجن انسجن ووضعت الحرب اوزارها، فكانوا الجماعة الجلادين يجي يحكوا اللي شاف رؤية يقولها لي. بقينا يعني حبايب في الاخر يعني. انما كنا قبل كده اتحايل عليها اقول له يا ابني عايز اروح دورة المية اعمل معروف، يقول لي عندك من 6 لـ 6، من 6 صباحا لـ 6 مساء ما ينفتحش باب الزنزانة، وبعدين ينفتح نص ساعة لغاية 6:30 وتغيب بقى لغاية 6 صباحا. والله يا سلام على سيادة اللواء لما دخل مرة لقى باب الزنزانة متوارب شوية. واحد لواء من الجلادين الكبار اللي ربنا ينتقم منه، هو عايش في منصب كبير دلوقتي. يا سلام يوم ما دخل لقى باب الزنزانة اما متوارب شوية، مسك العيال اللي ماسكين السجن وشتيمة وبهدلة واللي اتقال انتوا مواربين الباب، هو انتوا في هيلتون؟ انتوا في شيراتون؟ الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفك. شيراتون والتنوي ده احنا في حر بقول. الله يخرب بيتك ويوقف حالك ويكب زيتك. ده احنا في حر بقول. ده انت جاي راكب عربية مرسيدس وهتاكل الكباب فوق سطح القلعة وتاكل الخيار القش الصغير ده اللي جاي وتتعشى وتاخد المرسيدس وتطلع على قصر النيل، انما احنا مدفونين بالحياة. ما تسمعني الصلاة على حبيب الله محمد. والله كان الواد يحكي لي الواد الجلاد يقول لي احنا عشان ننام لابد واحد ينام والتاني يقف يحرسه لغاية ما يقوم من النوم. ليه؟ قال لك كل عين ما تغمض الكابوس يدبس على نفسه في اسرك. ما هو بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام. بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام. يوم صاحبه صحيه لان الكابوس ياخد خبره. ولذلك جالي واحد منهم مرة قال لي انا سيد مراتي عندها تعمية شديدة هتموت من الدسنتري. اتعلم. قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه ما توداش للدكاتره، بس انا هقول لك وصف اعمل بيها وربنا ياخد بالك. قال لي هي ايه؟ الواد ده كان عشان واحد يدخل دورة الميه ما يديلوش اكتر من 3 دقائق. اذا زادت المده عن المكالمه بقى عن 3 دقائق تبص تلاقي الباب انفتح وبالكرباج. فكان معانا واحد من السويس شاب كده معتقل بس كان مريض بالتعنيه. انت عارف مريض التعنيه عايز ياخد له نص ساعه بالراحه. فكان ساعة يا دوب ما يدخل يقبل حاجة يا دوب يلاقي الباب مفتوح والكربة تفوت معاه. فلما جه الراجل قال لي مراته عندها تعنيه، قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه؟ الله. قلت له خلي زاهر ياخد راحته في الكابينيه.
قال لي يا سلام. قلت له بس جرة بس جرة، حتى الشخة بتدعوها علينا الله يكرمكم. يا بلد واحد لا اله الا الله. قلت له ادي الجاهر مدة اضافة وربنا حيث. قال لي قلت له النبي قال كده، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدين لا يموت، اعمل ما شئت كما تبين وتدار. قال لي والله حجرب الحكاية دي. جات النوبة بتاع درس المية طلعنا، فدخل زاهر اخذ مدته ثلاث دقايق وقبلوا انه حيفتع عليه، لا غاب بقوا خمس بقوا عشر بقوا خمسطاش، دخلوا في ثلث ساعة. الواد قام مرتاح، الواد باله ان الواد اللي ماسك عليه جراله حاجة، يكون نام يكون مات. ما هو موت دول فكرة والعياذ بالله. مصيبة الزوج. فبص لقاه واقف على الباب وبيضحكش. شفيته ماذا؟ شفاكم الله. قال ده المعاملة دي، ده المعاملة دي. يا خبر اسود. شفيتم؟ شفيت برضو كده اهو. ده احنا اتدلعنا قوي والله. مرة واحد منهم جاب لي امانة كده واخدنا عشان اتوضى لصلاة الفجر في القلعة، ورايحين نتوضى بس كراجل طيب الله يمسيه بالخير بقى، ام لقيته بيغمزني في ايدي بحاجة كده. ايه دي يا عم سيد؟ قال لي دي بصلة تاكل بها الفول ودي وتقرا الفاتحة للمنفيسة. اما قلت لها ان ما عندنا راجل طيب في السجن، قالت لي خليه يقرا الفاتحة واديله ديت لان الفول ما يتاكلش لوحده. يا اخواتي اعمل ايه للمنفيس ده؟ انا عايز اقول سمع الله لمن حمده بدل ما اقول اللهم اهدنا فيمن هدى، اللهم خليك يا منافس. وبعدين هو مدخلني بقى عشان يقفل عليا، قام فودني وقال لي ايه بس انا ليا رجاء. قلت له اتفضل. قال لي اوعى ترمي القشر بره، قشر البصل الذي ممنوعات. يا يعني قنبله ذريه؟ قلت له يا عم سيد. قال لي نعم. قلت له والله هاكلها بقشره، انا ما احبلكش الاذى لانك راجل سعيد. واحد لا اله الا الله. لا الله. فلما الراجل ريح اخينا في اداء الحاجه وقضاء الحاجه، روح لمراته قالت له انا ربنا شفاني والله العظيم زي ما بقول لكم كده يا رجال، كما تدين وتدان كما تدين وتدان. فلما سيدنا النبي يقول البيت الذي يقرا فيه القران يتسع لاهله، ده حاجه مجربه. احنا كنا قاعدين في عنبر ابو زعبل، اوضه قد اوضه المكتب بتاع الجامع دي فيها 130 واحد، لدرجه والله كان فيها ناس ما فيش لها مكان غير في الكابينيه، يوم يحط رجليه جوه وراسه بره. وبعدين ال 130 دول مش هقول لك حشاشين ولا خمرجيه ولا لصوص، اطهر ناس في مصر، ناس قوام ليل وصوام نهار، مهندسين على محاماه على ائمه على اطباء، وكل عنبر مستقل بذاته، فيه امامه وفيه المهندس بتاعه، ويقوم المهندس في اسلنا عشان يقسمنا على عدد البلاط، كل واحد ثلاث بلاطات طول وبلاطين عرض، واخد بال حضرتك؟ ومع ذلك كان القران يجعل السجن كانه جنه. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله. انت عارف كنا حبايب، ما في كان خلاف بينا الا يمكن في حالة واحدة بس، ان واحد عايز يقفل الشباك والتاني عايز يفتح، يوم يحصل نزاع، ده عايز يفتح الشباك وده عايز يقفله. ولذلك مرة واحد اسمه عبد العاطي سلامة قام يدن الفجر وكان محافظ على نفسه زي محمد عبد الوهاب كده، يخاف من الهواء ويغسل الصابونة بالصابونة. يعني ما كانش وش في السجون، يعني كان دليكا. فقام يدن الفك، فواحد من الشرقيه قام فتح الشباك، كان يحب الهوى، خلى عبد العاطي يدن الفك وجا ايه فاتح الشباك. عبد العاطي بيقول حي على الصلاه، بصيت لقيته لما لقى الهوى جاله صار حي على الصلاه ولا ايه؟ اقفل الشباك يخرب بيتك، حي على الفلاح. قلت له لا يا عبد العاطي. عاد الاذان تاني. ها ادي كانت المساله، انما كنا حبايب في كل حاجه.
والله العظيم كان الواحد يزيد هدومه تحت المخدة يصبح ما يلاقيهاش. الهدوم راحت فين؟ اللي هي بدلة السجن ما هم لابسونها بدل على اخر الزمن، حتة بتاع جربانة كده وجاكيتة و... الله، وإلبس البدلة حتة خيشة والعياذ بالله. ما يخرب بيوت بتوع الثورة وأيامهم، أيام سودة الحقيقة والله. ليه كده؟ ليه كان يحصل كده؟ ليه كده؟ البدلة نلبس بدل السجن والواد ايه؟ عايز يحط له حديد في ايده. قلت له يا ابني هو انا ههرب اروح فين يا ابني؟ يا ابني اعمل معروف، ده حديد يكسر الايديه. طب انا هلبس حديد حجري؟ حجري اروح فين يا ابني؟ ده انتوا البلد ثلاث ارباعها امن مركزي ومباحث عامه ومباحث جنائيه ومخابرات عسكريه ومخابرات عامه. ده الواحد يعني ده الفكهاني مباحث، الدوار مباحث، المكواجي مباحث. والله العظيم هو يا اصلا هرب اروح فين يا ابني؟ هو ده يا ابني يرفع راسك يا اخي فقد مضى عهد العريسون. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه اللي حصل؟ وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، ويكثر خيره. البيت اللي يقرا في القران خيره فيه مهما كان صاحبه فقير. والله الناس اللي بتاكل لحمه ضاني ما بتنامش، اللي بياكلها بجرجير وفجل وطبق فول وطبق سلطه مجموعه فيتامينات فطره، ربنا بيبارك له وبيناه وبيناه وبيناه. انت بعد الاكل بتسال الساعه كام؟ كذا ليه؟ عشان اصلي الظهر. غيرك بيسال الساعه كام؟ عشان ياخد الدواء، وساعات ياخد دواء قبل الاكل ودواء وسط الاكل ودواء بعد الاكل. يعني سنه قبليه وسنه بعديه وسنه ظرفيه وسط الاكل. ايه؟ انا حضرت واحد من الناس اياهم، بصيت لقيته عشان ياكل الدكتور واقف زي المايسترو بتاع الموسيقى. كل من ده معلقه، ده ما تجيش يميته اللي هيخرب بيتك. لا كل من ده هو نص معلقه. الشوربه مش عارف مش محطوط عليها ملح، العيش سن، الجبنه قريش، وحاجه غريبه. انا وانت بنقعد قدام طبق المشي بيلعب الدبسي الشطرنج، يعني طبق مشي من سنه 47 قبل قرار التخطيط. اه وبيجيب يقف. يا سلام يا سلام يا رجاله بعد ما توحد الله، ويغيب ياكل ويلسع السنجدين الإناول القلة الحمراء، ويغيب يكركر يكركر، وبعدين يتوجه بحري ويدي تقريعة في الكلاكس المفسود ويقول اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزواج. والله دي سعادة، والله دي سعادة. نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. ولذلك النبي قال ايه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.